كاميرات للشباب ورش تدريبية عن الانتخابات ودورها وأهميتها، كذلك برضو توعية للشباب من خلال السوشيال ميديا في الخاصة بهذه المنظمات، وكذلك أيضا في بعض منظمات المجتمع المدني الشباب دول بيشاركوا معاها في بعض الانتخابات عن طريق إن هم مثلا إيه بينتخبوا، وعن طريق إن هم بيكونوا مشاركين في المراقبة على الانتخابات تمام، وبيشاركوا بأعداد كبيرة جدا، وده شفته مع بعض تابعته مع بعض المنظمات هذه منظمات المجتمع المدني، فليها دور مهم جدا وحاوي، وخاصة طبعا احنا يعني منظمات المجتمع المدني تجاوزت 50,000 جمعية تمام في مصر تمام، فدورهم استراتيجي وفي غاية الحاوية تمام. طب ايه الرسالة اللي تحبوا توجهها للشباب واحنا خلاص قربنا على يعني الانتخابات؟ يعني احب اقول لكل شاب دورك مهم جدا، خليك متفائل، اسعى وشارك في صنع القرار في بلدك تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك ايضا لا تستهون بصوتك تمام. فيعني ايه كل شاب هيدلي بصوته، ما تستهونش ابدا بصوتك، لا انت ادلقك بصوتك بس يعني كل شاب بطل في هذه الانتخابات، والادلاء بصوته وصنع مستقبل وطنه. طب حضرتك استاذه تحب تقول ايه للشخصيات المحبطه واللي هي دايما يعني دايما تقول لك لا انت مش هتقدر، تحبط في الناس، تقول لها ايه؟ هقول لهم نزلوا الارض الواقع لتروا ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مد الايد للشباب في كل المجالات، وابرزها مجال العمل السياسي، مجال العمل العام، مجال اتفتح بشكل كبير جدا للشباب، يعني باكثر مما كنا نحلم، باكثر من طموحاتنا، يعني افتكر في مجالات كتير قوي للشباب. افتكر من كام شهر كنت في احد اللقاءات هنا في التلفزيون المصري وبنتكلم عن ما تم تحقيقه من انجازات للشباب في عام 2019، وبنقول ان لسه احنا عايزين اكتر. ما حدث في انتخابات الشيوخ، ما حدث في ما يحدث الان في انتخابات مجلس النواب التي يجري الاعداد اليها، هو اكثر مما كنت اتصور واكثر مما كنت احلم. كل الدعوات المحبطة أقول لهم انزلوا لتروا ما يحدث على أرض الواقع أو لتصمتوا. طيب المرأة الشابة هل ليها نصيب الفترة اللي جاية؟ أكيد أكيد، المرأة الشابة وغير الشابة، المرأة بشكل عام، المرأة وفي الشباب بقى دلوقتي، يعني المرأة بشكل عام الدستور أوجب ليها 25% من المقاعد للمرأة والشباب. هنلاقي هنا لو جينا قسمنا النسبة دي هنلاقي انه في فتيات في سن الشباب فبيخشوا ضمن نسبة الشباب، فهنا اصبح انه دورهم ومشاركتهم في العملية السياسية واجب بنص دستوري، المجال اتفتح ليهم عشان يشاركوا. ما شفناش في اي انتخابات قبل كده هذا الكم وهذا العدد من المرأة موجود على القوائم الوطنية، موجود في كمرشحات للمقاعد النيابيه. اقصى شيء كان تحقق قبل كده كان 64 مقعد للمراه في انتخابات مجلس الشعب 2010 كوتة المراه، دلوقتي بنشوف 25% ربع المجلس، ربع المجالس النيابيه للمراه والشباب، وده هنلاقيه برضو ده استحقاق دستوري. ده يعني المراه قدرت غيرت بتفاعلها مع القضايا والاحداث اللي مرت على بلدنا خلال العشر سنين اللي فاتوا، غيرت بتفاعلها ومشاركتها الايجابيه، نظره المجتمع اثبتت نفسها طبعا مفيش كلام. طب حضرتك استاذ عمرو انا عارفه ان حضرتك صحفي ومخرج، ممكن تكلمنا اكتر عن الحاجات اللي بتخرجها او يعني انا اخرجت مجموعه افلام كان مشاركه معظمها فيها شباب بنسبه مثلا 70% شباب و30% باقي الاجيال الاكبر من كده تمام، يعني بعض الافلام اللي انا اخرجتها وهي متداوله يعني اتعرضت على مجموعه من المنصات ومعروضه برضو عبر الانترنت، كان فيلم اسمه فصل 3/5، فيلم الانتقام الاسود، عايز عريس، فيلم عن الكورونا، حسون عنده كورونا، اخر الافلام كان اسمها حبيبه، بتتراوح مدتها بين ساعه لحوالي نص ساعه، وبنناقش فيها قضايا اجتماعيه، يعني ايه كان من بعض القضايا الاجتماعيه اللي ناقشناها، كان برضو مثلا ايه بالنسبه يعني ما يخص هذه الانتخابات اتناقشنا برضو فيلم فصل 3/5 عن التوعيه طلبه المدارس باهميه ان يكون لهم دور حيوي في مجتمعهم،
وان الطلبه مثلا ايه تبعد عن ما هو سيء وما يضر افكارهم والمشاركه المجتمعيه كده. ده كان في بعض فيلم فاصل 3 5 اللي انا كنت اخرجته تمام. وباقي الافلام طبعا ناقشنا فيها مجموعه من القضايا الاجتماعيه، جشع احيانا برضو جشع بعض الشباب عشان خاطر من اجل المال والنفوذ وتداعيات هذا الجشع بتضرر عليه. وطبعا في فتره جائحه كورونا اللي برضو ان احنا لابد ان احنا حتى في هذه الانتخابات ناخد حذرنا فيها. كنت اخرجت برضو فيلمين كده، فيلم اسمه حسونا عنده كورونا وفيلم تاني اسمه مصدع وكورونا بتودع تمام. ناقشنا فيه اهميه ان يعني الحذر من فيروس كورونا ومع بعض المفارقات الاجتماعيه والكوميديه. هل ناوي تحضر مؤتمرات شباب تاني برضو؟ كلما اتيحت لي الفرصه وطالما بقى في العمر نفس اكيد لازم احضر تجربه. ليه يعني هل بتستفيد من كل مؤتمر يعني كيد. انت حضرت كتير بتستفيد كل مره؟ اكيد اكيد. جلسات الحوار واللي قبل المؤتمر اللي بتسبق اعمال المؤتمر وجلسات المؤتمر نفسه، يعني سواء كان في نفس اليوم كان مؤتمر من يوم واحد او على مدار عدد من الايام، بتثري في النفس اولا مشاعر وطنيه ومشاعر ان احنا بنتقدم، احنا بلدنا احلامنا كلها بنشوفها بتتحقق او بنشوفها بتتناقش. كونك قاعد في مكان في قاعه واحده في مكان في رئيس الدوله بيكلمك بشكل مباشر، مفيش بينك وبينه فواصل، بيكلمك وبيسمع لك وبيسمع لشباب في سنك، وهو في الاخر ما بيسمعش الا لطموحات واحلام وهموم جيل. دي كلها بتاثر اكيد في نفسي، اكيد التجربه دي اكون حريص ان انا احضر مؤتمرات الشباب لحد ما اموت. انا بشكركم جدا، شرفتوني ونورتوني. مشاهدينا انتهينا من حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده وبرنامج شباب على الهواء.